انت يا محاسن. ايه يا خاله في ايه؟ يا خاله في ايه؟ انا امبارح عدى الفراخ 10 فرخات، النهارده لقيهم 9. ازاي؟ راحت فين الفرخه؟ ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ امال مين اللي يعرف؟ ما انت عارفه يا حاجه اني ما بطلعش على السطوح خالص وماليش دعوه بالفراخ. شوفي يا اخويا، تفتكري بقى كهن النسوان ده هيخيل عليا؟ تلاقيكي خدتي الفرخه رحت اديتيها لابوك يرم بيها عظمه. لا يا خالي كده كتير، عيب كده؟ عيب؟ انت يا بنت بتقولي لي عيب؟ بتردي عليا وتعيبيني؟ يا خاله بس ما ينفعش تسرجيني برضه، ما يصحش كده. لا ما انا كل حاجه يا اختي كده باكلها بمزاجي، الاقي العيش ينقص اسكت واقول يا بنت معلش زيكا، الاقي الزبده تنقص اقول مطرح ما يسري يمري، اللبن القاه نصه اقول يا بدويه فوتي، لكن لحد الفرخه دي بقى ولا لا. انت اللي كفاياكي بقى، احنا مش حرامي. ايوه يا خال، واحنا مش مستنيين عيشك وفراخك عشان اسرقهم واروح اوديهم لابوي. انت بتردي عليا يا بنت؟ يا لهوي، ده اللي كان ناقصني. يا نهار اسود يا نهار اسود. معاش ولا كان يا حاج، انا ما نقدرش نرد عليكي بس كده بزياده. بزياده؟ وانت لسه شفتي حاجه؟ ده تقيل جاي ورا. تجيلي تجيلي اكتر من اللي شايلاه في البيت؟ حرام عليك يا حاج، كفاياكي كده. انا تعبت. انت ترضي بنت الجميله حد يعمل فيها كده؟ ده انا عايشه خدامه تحت رجليكي انت وعيالك في البيت، عمري ما فتحت بوجي بكلمه. اوعي تفتكري يا حاج ان انا هبله ولا ضعيفه ولا خايفه من حاجه. لا ده عشان انا طيبه وبنت اصول، وعلشان كمان انا بنحترم الراجل اللي انا عايشه هنا في خيره. بس الحد السرقه ولا يا حاج كفايه بقى. اتمسكني يا بنت اتمسكني، واعملي عليا كهن النسوان. ما تيجي يا اختي تاخدي لك قلمين. في ايه بس ياما؟ هي عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا خلاص زهقت وما عدتش طايره العيشه دي. خلي امك تسكت، امك بتسرقني. اني لا جعانه ولا اهلي جعانين عشان ناخد من بيتكم ونجري نحط عندهم. سيرجي ليه كده ياما؟ ليه كده ياما؟ اتمسكني يا بنت واعملي شويتين بتوعك، ده ناقص يا اخويا تقلع مداسها وتضربني بيه. في ايه يا محاسن؟ فيه ان امك بتذلني وانت عارف، وساكت يا سليم عشان مش عايز تزعل امك. بس انا خلاص مش هتحمل تاني عشان انا مش جبل ولا انا طوبه. يا كبدي قطعتي قلبي، اعمليهم يا اختي اعمليهم. طب اطلعي انت فوق دلوقتي يا محاسن، يلا. يمين بعظيم ما انت بايته فيها الليله. ماشي يا حاج، وانا مش هكسر يمينك يا حاج. هلم هدومي وطالعه على بيت ابويا، اهو الحاج اكل معاه باقيت الفرخه. كالكدب يكون تايه عن جحره. في ايه يا ضنايا؟ ساكت كده ليه يا اخويا؟ طبعا تلاقيك مش مصدق من امك ولا كلمه ومصدق السنيوره بتاعتك. تكون شهاده عامله لك عمل. عمل ايه بس ياما؟ ده انت اكتر واحده عارفه ان هي غلبانه. ايه غلبانه؟ وامك اللي شطانه. روح داهيه تخيبك، روح روح لها امشي. داهيه تخيبك وتخيبها يا بعيد. خلاص يا محاسن. لا مش خلاص، علشان انا مش حرامية واهلي مش شحاتين يا سليم. طب لو قلتلك عشان خاطري؟ خاطرك غالي عندي، انت عارف ان انا ماليش في الدنيا حد غيرك انت. بس انا تعبت والله العظيم، تعبت يا سليم. خلاص ما تزعلش نفسك وكبر دماغك كده وما تشيلش هم. على فكره انا عارفه ان انت ما كنتش في مصر، وعارفه كمان ان انت ما سافرتش من اصل، ده انت اخوك كنت بايت في الغيط. مين اللي قال لك؟ الولا شعرنوب ابن البجال، وقال لي كمان ان انت كنت بايت في الخص. بقول لك يا سليم، هو انا يا اخويا
مش كذا مرة قلت لك اتجوز؟ ما تتجوز وافرح وفرح امك بحتة عيل، ما هو ده برضو حق. امك كمان معذورة، ما هي من حقها برضو تشيل ولد ولدها وتفرح بيه. واني بقى بصراحة لو كنت مكانها كنت عملت اكتر من كده. انتي طيبة قوي يا بنت النحاس، واني بحبك قوي. أني عارفة أنني طيب، بس الطيبة دي اليومين دول خلاص ما بجالهاش عازي. لو بتحبيني بجد يا سليم سيبني أروح بيت أبوي، يمكن هناك أستريح. أنت ترتاحي وأنا ما أستريحش، مش هرتاح لو أنت بعيد عني. يا سلام، لو كلامك ده حقيقي ما كنتش قدرت تبعد عني يوم بحاله. بس أنا عذراك، أنت برضو زهقت خلاص من كتر النجار بيني وبين أمك نهار وليل. بس والله العظيم أنا مالية ذنب. عارف يا محاسن، عارف. خلاص لو عارف بصح سيبني وحياة غلاوتي عندك، أروح عند أبويا يومين بس. يا بنت تفهمي أنا ما أقدرش أبعد عنك ولا يوم واحد. أخويا هو بيت أبويا بعيد، لما تبقى عايز تشوفني بجد وتقعد معايا تعالى لينا. سليم، أنا كنت عايزة أقول لك على حاجة. أنا اتفقت مع جميلة هتاخدني وتروح معايا للدكتور. أهو يبص علي، يمكن ربنا كده يجعل عنده الشفاء ويكرمنا بعيل. هو أنت ليه فاكرة إن موضوع الخلفة ده فارق معايا قوي؟ طب تلاتة بالله العظيم، أنا لو ليا شك في الجواز ولا خلف عيل تاني، ما كان زمان الجواز زي ما أنت قلت لي من زمان. لكن تلاتة بالله العظيم أنا ما فارق معايا أي حاجة غيرك أنت يا محاسن. عارف يا سليم، هو كلامك ده بقى اللي عامل زي السكاكين بيقطع في قلبي. ليه بس يا بنت الحلال؟ عشان أنا عارفة ومتأكدة إنك نفسك في حتة عيل، وإنك بتيجي على نفسك علشان تراضيني وما تكسرش بخاطري. عرفت ليه السكاكين بتقطع فيا؟ طب وعزة وجلال الله أنا ما عايز عيل، طب وإيه قولك بقى إنني هنزل دلوقتي لأمي وأقول لها إنني هاخدك ونقعد في دار تانية؟ لا يا سليم، لا ما ينفعش، اوعى تعمل كده. لا هنزل واللي يحصل يحصل. لا مش هتنزل، اوعى، انت كده هتخليها تكرهني اكتر ما هتكرهني، ده غير انها هتغضب عليك. دمك يا سليم. وبعدين انا مش عايزاها تقول ان ابنها البكري فضل مراته عليه. اسمع كلامي. طب اعمل ايه بس عشان ارضيكي؟ لو عايز ترضيني بجد اني نفسي اعمل عمرة. الله، طب وعزة وجلال الله، أنا وأنا قاعد مع نفسي من كام يوم يا بنت أنا حاسب لسه بفكر أخدك ونطلع عند بيت ربنا نعمل عمرة ونيجي بنقادي الله وندعي له وأقول له يا رب أنا عمري ما أذيت حد وبتمنى الخير لكل الناس، يا رب ارزقني بحتى بعيل واحد بس. شوف، عرفت إنك نفسك في عيل، صدقتني؟ أيوة أنا حاسب نفسي في عيل، بس منك انت بس. Thank you.